إرساء لروابط الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من المجاهدين من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطهم ونهجهم الشريف. أصبح 18 من فبري كل عام حق واعتراف لما قدمه شهدائنا الأبرار من تضحيات جسام، كما يمثل هذا اليوم وقفة لمعرفة المراحل الاستعمارية التي واجهها الشعب الجزائري الأبي الذي استلب حقه وانتزعت ملكية أبنائه. ولأجل تحرير هذا الوطن وليكون يوما للشهيد، راح لأجل ذلك 1.5 مليون من الشهداء الأبرار، وليكون كذلك اعترافا ولو باليسير. نظمت جمعية مشعل الشهيد وقفة بولاية تندوف، والتي رأى مسؤولوها إحياء هذا اليوم بالترحم على أرواح الشهداء العزة والكرامة بمقبرة الشهداء بالولاية، بحضور والي ولاية تندوف ومسؤولي القطاع العسكري والمدني بالولاية. وللتعريف بمحطات الثورة التحريرية وتضحيات مجاهديها البواسل، احتضنت قاعة المحاضرات للمركز الجامعي فعاليات الحفل الذي وزعت خلاله شهادات العرفان لأبناء المنطقة من مجاهدين وشهداء. والي الولاية سليمان زرقون، وفي كلمته أمام شباب الولاية وذوي الحقوق والمجاهدين، أكد على استمرار النهج النوفمبري وطريق الكفاح الذي خاضه الآباء بالأمس، طالبا في الوقت نفسه المحافظة على مكتسبات الجزائر، وذلك تنفيذا لرسالة الشهيد وكذلك خدمة لهذا الوطن العزيز الذي ضحى من أجله خيرة أبنائه وبفضلهم ننعم الآن بالاستقلال، كما قال. وللتأكيد على تلك الرسالة، رسالة الشهيد، جاءت كلمات الأغنية التي وقف لها الحضور وأبكت الصغيرة قبل الكبير من قبل برعمة من براعم هذا الوطن العزيز. يا بلادي يا عليا، تي أمي تي غاليا، يا بلادي يا عليا، تي أمي تي غاليا، أن أشكر كل عائلة الصحافة التي أبت إلا أن تحضر معنا اليوم إلى تندوف وتحملت مشقة السفر والتعب ووصلت لتندوف. إذن فنقول لكم كل مرحبا بكم وسهلا، وهذه مناسبة لكم باش تعرفوا تندوف وباش تعرفوا الجهد الذي تبذله الدولة في بناء هذه الولاية والاعتناء بالساكنة نتاعها. وراكم تشوفوا تندوف رغم البعد ما يقارب 1800 كيلومتر من الجزائر العاصمة، إلا أنها الحمد لله تزخر بكل ما هو يتعلق بالتنمية، من طرق، من مدارس، من ثانويات، من يعني كل جديد. احنا كل يوم رانا في التجدد. احنا الجديد هو ان كل حاجة تصب في التنمية وتصب في رفع المعاناة على المواطن في تندوف فهو جديد. اذا كان اضفنا مدرسة فهو جديد، اذا اضفنا ثانوية فهو جديد، اذا اضفنا قسم فهو جديد. اخيرا كنا جلس السيد وزير النقل وسيد وزير الأشغال العمومية، وكانت تدشين المدرج الثاني في 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 تندوف، اللي هو يعني راح يمكننا إن شاء الله باش نفتح يمكن اتجاهات أخرى في إلى غردايا ثم كذلك أضرار، وكذلك يمكن الطائرة اللي إن شاء الله تفوت النواقشوط تكون عندها كذلك توقف هنا في تندوف، لأن كثير مصاهرات كثيرة بين مواطنين من تندوف ومواطنين في موريتانيا. على كل حال هذا التكريم بطبيعة الحال أعتز به، وخاصة كما قلت من طرف جمعية مشعل الشهيد المعروفة بنضالاتها وعملها الدؤوب من أجل ترسيخ قيم وثوابت أول نوفمبر. وأنا كابن مجاهد وكعائلة ثورية عرفت محنة الاستعمار وعرفت هم الاستعمار
وكان من واجبي أن أساهم في مثل هذه النشاطات، خاصة في النشاطات في ثورة نوفمبر أو 5 جويلية أو اليوم الوطني الشهيد وغيرها من المناسبات، بحكم منصبي كمدير ثقافة لولاية تندوف نساهم بقدر الإمكان ونعمل وننشط من أجل إيصال الرسالة إلى هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأجيال الذين هم أبناء الجزائر الغد، هم الذين يحمون هذا الوطن ويدافعون عن قيم ثورة نوفمبر ويدافعون عن القيم التي ضحى من أجلها 1.5 مليون شهيد، ويدافعون عن هذه الأرض التي نحن أحرار فيها بكرامتنا بعزتنا بأنفتنا بوحدتنا بسلمنا بتحاببنا. إذن هذا الوطن يستحق منا كل هذا الجهد، وليس جهد مدير الثقافة ولكن جهد كثير من الأصدقاء والمسؤولين على مستوى الولاية، وخاصة السيد الوالي الذي يسعى دائما من أجل مساعدتنا في هذا الميدان. تحقق الكثير، تندوف لم تكن موجودة تقريبا قبل 62، ولكن ترون الجامعة مركز جامعي، هياكل ثقافية، هياكل إدارية، عمران، ملاعب، فيه جهد كبير، جهد كبير لا أستطيع أن أحصيه، جهد كبير في التنمية، جهد كبير في التعليم، في الجامعة، في المؤسسات التربوية وغيرها، ودور شباب وغيرها من المرافق. إذن فيه إنجازات، ولست مؤهلا هناك مدير ثقافة أن نحصرها بدقة وبالأرقام، ولكن العين هي التي ترى، وأنتم ترى كعالميين، وشعب يرى بأن فيه مجهود تاع الدولة قوي وكبير وما زال متواصل إلى الحد الآن. وأنا أتكلم عن تندوف، في هياكل أنجزت في غاية الجمال، يعني عندنا دار ثقافة ستفتح بالقريب، مكتبة رئيسية ستفتح بالقريب، متحف سيفتح بالقريب، مقر مديرية الثقافة، تحفة معمارية، بالإضافة إلى مكتبتين في حاسي قبل منعزل، فيها مشاريع في طور الإنجاز، المسرح الجهوي، فيه مشاريع أخرى، مكتبة شبه حضارية بتندوف، فيه مجلس 56,000 كتاب اللي حصلنا عليها من الوزارة للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، زودنا الجامعة، زودنا كثير من القطاعات بهذه الكتب المهداة من طرف وزارة الثقافة، وهذا خدمة للعلم والثقافة بهذه الولاية. أحيت ولاية تندوف كسائر ولاية الوطن ذكرى اليوم الوطني للشهيد، هذه الذكرى التي وجب أن تكون راسخة في أذهان جميع شبابنا شباب الجزائر، وما نوجهه كرسالة لأبنائنا وشبابنا في الجزائر أو في ولاية تندوف هو ضرورة المحافظة على رسالة الشهيد والعمل برسالة الشهيد والمتمثلة أساسا في الحفاظ على هذه على الجزائر أولا وثانيا وثالثا، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر طيلة هذه السنوات، وأن نكون بطبيعة الحال في مستوى هذه الأمانة التي حملوها لنا الشهداء الأبرار. والله يرحم الشهداء، والله يحيي الجزائر ويعاونهم وينصرهم ويرحم الشهداء في منين عادوا. ورانا نشكركم في ذا النهار اللي عيطتوا علينا في ذا الحفايل الزينة اللي ما نختيروش عنها، وقدرتونا بذي الشان اللي العظيم. والله يحيي الجزائر، والله يرحم الشهداء وينصرهم، ويرحم الشهداء ويرحم الشهداء ويرحم الشهداء، ويحيي الجزائر، يحيي الجزائر، والله يعمرهم، الله يعاونهم، الله ينصرهم، الله يعمل مولانا يعطيهم اللي يدوروا، قدرونا، فرحوا بينا، داروا لنا حفايل زينة، هذا هو الحق.